السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى، هنعمل خلية النحل الهشة جدا الطرية الجميلة دي بمكونات بسيطة قوي، ومعاها طبق تاني معجنات زي ما انتوا شايفين، شكله روعة، ينفع جنب شاي بلبن في الفطار، للولاد في المدرسة، محشي جبنة، انا حشيته جبنة، ممكن تحشي اي حاجة انت بتحبيها، بس بقى طرية جدا ومورقة كده من جوه ومليانة جبنة، حاجة فخمة جدا بتتعمل بكل سهولة. خليكم معايا علشان تعرفوا هنحتاج لها ايه للمقادير، حاجات موجودة في البيت. نقول بسم الله. انا جايبة هنا كيلو لربع دقيق، حوالي 6 كوبايات دقيق، ونص كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية مية، معلقتين خميرة، معلقة سكر، وربع معلقة ملح. اول حاجة هنبتدي بيها، نبتدي نعمل الخميرة، نحط شوية سكر اللي هي معلقة السكر الكبيرة، وعليهم معلقتين خميرة كبار، ونحط كوباية المية، يفضل انها تكون مية دافية علشان تشغل العجينة معانا على طول. انا حطيت المية دافية واللبن دافي، بيخلي في الشتاء ده العجينة تكون تخمر، يعني لانه المية من الحنفية بتكون ساقعة متلجة. نجيب بقى هنا الدقيق ونحط عليه ذرة الملح اللي هي ربع معلقة ملح صغيرة دي، ونقلبهم كويس، ونحط نص كوباية الزيت، ياريت يكون زيت نوعه يكون كويس علشان يعني العجينة ما يبقاش ريحة الزيت بتاعها وحش، لانه في زيت كده بيكون له ريحة فبيفشل جدا في المعجنات. ياريت يكون زيت يكون نوعه كويس اللي هو بنطبخ بيه يعني. وادي كوباية اللبن الدافية، طبعا العجينة مفيدة جدا للاطفال، مش زي اللي بنشتريها من المخابز معجونة باللبن، و يعني حتى انا مش مكلفها حاجة، ولا حتى لبن باودر ولا حتى اي حاجة، بس بصراحة عجينة طعمها حلو جدا. انا هحط الخميرة عادي لان انا واثقة من الخميرة بتاعتي. انت طبعا لو الخميرة عندك مركونة او بقالها مدة او مش واثقة فيها، لازم تجربيها وتشوفيها بتبتدت تعمل رغاوي كده، تتأكد اذا كانت كويسة ولا لا. انا العجينة بتاعتي مظبوط، الخميرة بتاعتي عارفاها ومجربها يعني، فمتأكدة ان هي تمام. هنبتدي بقى نعجن كويس، مش هينفع بالمعلقة، نعجن بايدينا كويس جدا، ندخل الدقيق في المية. بصوا كوباية اللبن اللي لسه سايبها فاضية جنب اهي، لاني ممكن احتاج ازود مية، فهحط فيها مية وازود، او احتاج دقيق. طبعا لما بعجن كويس بيبان العجينة معايا، لو عايزة شوية دقيق بحط لها معلقة دقيق، ولو عايزة معلقة مية هنحط لها معلقة مية. هي لسه مطلعتش من ايديا فلسه ما اتعجنتش، هعجنها انا بقى. تمام، انا كده عجنتها، بس العجينة ناشفة كده، ناشفة يبقى مش هتطلع معجنات طرية. نحط لها معلقة مية بس وندخلها جوه العجينة ونعجن كويس، لانه اهم حاجة العجينة تتعجن كويس، لازم المية تختفي خالص، هي معلقة مية بس لازم نخفيها خالص. انا فضيتها بقى على الرخامة هنا نظيفة احسن عشان اعرف اعجن براحتي، يبقى في كده مساحة تقدري تعجني فيها. لازم ملمس العجينة في ايدي يكون طري، ما تكونش بتلزق بس يكون طري كده. العجينة انا عجنتها كويس جدا وبقت بص نطفت ايدي خالص، انا ما غسلتش ايدي، هي العجينة خلت ايدي بقت نظيفة يعني كده بقت تمام، وزي ما انتوا شايفين ايدي بتغرس فيها يعني ما شاء الله، حتة عجينة محترمة. نحط بقى نقطة زيت في الطبق البلاستيك اللي كنا بنعجن فيه علشان نسيبها تخمر، عشان احنا حطينا المية دافية واللبن دافي فهتخمر بسرعة، مش هتاخد وقت من غير ما تحطيها في فرن سخن ولا في اي حاجة. انا بغطيها وبسيبها كده متغطية حوالي ساعة، بلاقيها خمرت ما شاء الله. اهم حاجة نوع الخميرة يكون كويس. فات كده ساعة وببص لقيت العجينة تمام، بقت مالية الطبق زي ما انتوا شايفين، وبقت هشة وجميلة لانه الخميرة نوعها كويس ولان انا عجنتها كويس.
نفضيها بقى، نطلعها من الطبق، نرش رشة دقيق كده على على الرخامة اللي هنشتغل عليها. تمام، نجيب بقى صينية نبتدي نشكل عليها دواير العجين، لانه انا الرخامة عندي صغيرة مش هينفع احط على نفس الرخامة، فانا هحط الصينية كده جنبي وابتدي اقطع قطعة صغيرة قد الليمونة كده او اكبر من الليمونة شوية. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ابتدي اكورها كده وتبقى كورة صغننة واحطها على الدقيق. اعمل بقى العجينة دي كلها بنفس الشكل، كور صغيرة متساوية على قد ما اقدر. بالشكل ده كده انا هنا خلصت العجينة كلها وعملت الدوائر بتاعت العجين دي كلها نفس الحجم. ابتدي ارجع لاول عجينة، اول كورة عملتها احس انها خمرت شوية. بصوا انا جايبة صاج وفرشة فيه ورقة زبدة، انا بحب اخبز على ورق الزبدة قوي، اسهل بصراحة ومريح جدا. احط الصاج جنب الناحية التانية وابتدي افرد العجينة واعمل الشكل الظريف اللي انا وريته لكم في اول الفيديو بتاع المعجنات الجبنة. هعمل حاجة زي دايرة كده صغيرة بايدي من غير بقى نشابة ولا اي حاجة، انا عندي نشابة بس الموضوع مش مستاهل يعني. ودي جبنة براميلي، هي احلى حاجة في المعجنات لانه طعمها بيكون مزز كده وبيبان في العجينة. بس هغطي حتة الجبنة كده بحتة عجينة، وبقية الدايرة هعملها شراشيب كده بالسكينة وألفها لفة كمان، وكده بقت جاهزة الشكل اللي انتوا شفتوه معايا. بص شكلها جميل ازاي. هعمل واحدة كمان عشان تشوفوها معايا. دايرة كده، دايرة نفردها كويس ونقوم حاطين فيها حتة الجبنة كده ونغطي جزء الجبنة بحتة عجينة. يعني طريقة سهلة جدا وفي الآخر بتدينا شكله حلو قوي. نغطيها كويس. تمام، قفلنا على الجبنة، نبتدي بقى نقطع بالسكينة شرايط كده ونلف كمان لفة عشان يدينا الشكل النهائي اللي انتوا شفتوه. وادي واحدة كمان للتأكيد علشان نأكد على المعلومة. نفردها برضو دايرة ونحط بالشوكة، انا بستعمل الشوكة هنا لان اسهل بصراحة، المعلقة بتطلعها كورة كده احنا عايزينها زي المستطيل. نفرد الجبنة بالطول كده ونغطيها ونقفل عليها ونعمل بالسكينة شرايط. طبعا بقت سهلة قوي كده قدامكم متهيألي. طبعا الحشوة دي بقى انت حرة فيها، تحشيها بقى جبنة، ممكن جبنة شيدر متقطعة صوابع رفيعة، ممكن لانشون، ممكن اي حاجة اي حاجة، لحمة مفرومة، اللي تحبيه بيتحشي بنفس الطريقة. انا بس بوريكو فكرة الشكل بتاعت العجينة، بيبقى شكلها النهائي روعة، حلو قوي في الفطار، حاجة سهلة بدل ما نقعد نقول هنفطر ايه، فكوباية شاي بلبن واتنين من المعجنات دي يعني احلى فطار خفيف كده. ودي اخر واحدة هنعملها مع بعض، ادي السكينة ونعمل شراشيب كده في العجينة ونلفها.
بصوا انا ادي شكلها كده النهائي، وانا بنقلها على الصاج. طبعا انا عندي الصاج اللي بفروش ورقة زبدة جنبي، بنقل عليه. انا كده عملت جزء من العجينة حوالي نصها، الكرواسون اللي انتوا شايفينه الجميل ده، ومش كرواسون يعني بس شكل الكرواسون. هجيب بقى الحاجة اللي هندهن بيها، معلقة لبن وعليهم معلقة صغيرة نسكافيه اللي هو البلاك دوت، هو سريع الذوبان، ونحط بس رشة سكر يبقى أفضل. فين السكر؟ ادي السكر اهو، رشة سكر بسيطة مع معلقة لبن ومعلقة صغيرة نسكافيه، نحاول ندوبهم شوية كده وندهن بيهم الوش، بيدي لون حلو قوي، احلى من البيض وكده، لانه البيض بحسه مهما حطينا فيه اي حاجة بحس انه فيه شوية زفارة، يعني مع انه بيدي نتيجة جميلة، يعني بيخلي المعجنات تلمع، بس برضو النسكافيه لقيته احلى. ندهن بقى وش الصينية كلها، خلصنا الصاج ودخلناه الفرن على درجة حرارة 200، لازم تكون درجة الحرارة عالية علشان العجينة ما تنشفش خالص. وجبت صينية تانية ودهنتها زيت دهنة بسيطة خالص، وجبت بقى الكور الباقية اللي احنا كنا مكورينها، ودي جبنة فيتا يبقى طعم تاني للجبنة. نحط قطعة كده ونقفلها زي البقجة كده، ونقفل على الجبنة كويس ونكورها، ونبتدي نرص الكور دي في الصينية جنب بعض جنب بعض. طبعا كنت عايزة اقول لكم ان المعجنات الاولانية لازم بعد ما بنشكلها بنسيبها تخمر، وبعدين بندهنها بالنسكافيه واللبن وكده، لازم تخمر وهي متشكلة، اي معجنات لازم تخمر بعد تشكيلها. انا كده خمرتها العجينة الاولانية ودخلتها الفرن، يعني حجمها بيكون كبر شوية. وكده انا بعمل الدوائر اللي محشية جبنة فيتا، ان شاء الله تطلع شكلها حلو. انا خلصتهم كلهم وحشيتهم جبنة فيتا، وهجيب نفس اللبن والنسكافيه اللي كنا عاملينه وهنغطيه وهندهن بيه كده وش المعجنات بتاعتنا عشان تتحمر كده ويبقى شكلها حلو. تمام، كده دهناهم كلهم بقى شكلهم روعة. كده بقى كله تمام، نجيب بقى كده شوية حركات، شوية سمسم، حبة البركة، ونرشهم، نغطي الوش خالص. طبعا دي لما تخمر المعجنات دي كلها هتمسك في بعضيها وهتنفش. طبعا انا هسيبها تخمر كمان حوالي نص ساعة قبل ما ادخلها الفرن، على ما الصينية اللي في الفرن تكون اتخبزت دي كمان هتكون خمرت وبقت جميلة تخش بقى على الفرن على طول، ابقى شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. ادي المعجنات بتاعتنا خرجت من الفرن سخنة جميلة اهي ومورقة، شكلها حلو قوي. شكلها جميل خالص، نفشت كده وبقت حلوة. وكده خلصنا المعجنات بتاعتنا، خلية النحل الهشة الجميلة اللي محشية جبنة فيتا
ممكن تحشيها برضو اللي انت عايزاه، اي حاجة تانية ممكن تعمليها حلو بالمربى، وتتحشي اي حاجة او سكر او اي حاجة انت بتحبيها. وادي المعجنات بتاعتنا التانية الجميلة بعجينة واحدة، وفي وقت واحد عملنا شكلين من المعجنات حلو قوي. اتمنى تجربوها، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك، والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.